فيهم بقلق ودارت حالة صيف كامل في العرس. صوب الصبر وأذكر نفسي وإخواني بأن المرحلة التاريخية التي نمر بها ككل يوم أحد نلتقي معا ومع اللطو الرياضي، ولكن اليوم مع الجينيريك جديد. ونقدم لحضرتكم الآن هذا الفيلم المطول الذي يحمل عنوان الرجل الآلي، بطولة ميكايل شانون وجون أموس. فهمش درجة ولا؟ لماذا تخضر فيا؟ ليه راك تبلق عينيك فيا أنا؟ قالوا هذاك غير بدعيك رايح خيال. كي بريزيرف سا سوفرينتي son unité et ses constantes, y compris notre vénérable religion, et pour protéger les citoyens. قولوا لي يا سامعين لي 20 مليار وين؟ والأخيرة في عنا الوقت، لأن مارادونا أعلنها بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده 37 يوم الخميس الماضي، يوم 30 أكتوبر، أعلنها في التلفزيون وللرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم. واحد ما تفراشي الكنترول فيا ما يبقى شي، تقوش مضروقي بالكاشي. هذا هو رمضان دانكوتي. النغمة الصيفية مع المطربة باريزا، وعرسك اليوم يا جميلة. ليلا 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 وعرسك يا جميلة. خاصة أن أشكركم أنتم سيدتي سادتي على متابعتي هذه الحصة التي أرجو أن تكون قد تطرقت إلى أكبر وأهم المواضيع التي تشغل بالكم وبال المجتمع الجزائري ككل. الدورة لكن هي واش تكوني